دكتور، إذا كانت المرأة غير موظفة أبدا، ليست موظفة وتزوجت، ثم بعد الزواج عرض عليها فرصة للعمل أو للوظيفة مثلا، فهل يحق للزوج أن يمنعها من العمل؟ هو يعني هذا حق الزوج، هو تزوجها وهي غير موظفة، فهو تم عقد النكاح وعقد الزواج على أساس أن المرأة متفرغة لعمل البيت، فإذا أرادت المرأة بعد ذلك بعد عقد الزواج أن تعمل فهنا يرجع الأمر إلى إذن الزوج. قلت سابقا أن عمل المرأة يشترط فيه أن يأذن الولي أو يأذن صاحب الشأن، نعم. وهنا وقتها وأمرها بيدي زوجها. فإن وافق الزوج، قال لها لا بأس فله ذلك، وإن منعها من العمل أيضا له ذلك، ويعني هذا الأمر يرجع إليه، له أن يوافق له أن يرفض.